السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من صالة جدة. الموضوع الذي نهار اليوم حيكون حول المشاركة الجزائرية في أولمبياد ريو 2016، وبهذا اليوم زلنا الشارع بنشوفوا رأي المواطنين كيفاش راهم يقيموا المشاركة الجزائرية في هذه الأولمبياد. ما نطولش عليكم، خلونا نروح نسقسوهم ونشوفوا آرائهم. تابعوا معنا. كيفاش تقيم المشاركة الجزائرية في أولمبياد ريو 2016؟ لا غير هي ليسونسيال لا بارتيسيباسيون في لي أولمبياد تاع ريو، وتبقى مشاركة متواضعة بالبزاف إن لم نقل جد ضعيفة، ونتمنى إن شاء الله يخدموا ويشاركوا أحسن من هذه المشاركة. ما كاش قام مستوى يا أخو، جاب لي ربي راحوا فاكونس أنا يا أفهم، ما كاش قام نيفو لي بريباراسيون قال يخدموهم مازال ما بان والو فاهم، وراه المستوى قال لك حنا رايحين باش فاهم نشرفوا البلاد، ما شرفونا ما والو خويا العزيز. لحد الان ما لي زاتليت ما شرفوش الجزائر وما شرفوش الاعلام تاع الجزائر. واحد انا نظن باللي ما كانوش بريباراسيون ما كانش، هذه اولا، وثانيا انا نظن اللي كانوا في المستوى ما راحوش نجبدوا ابار مخلوفي. المنافسه الجزائريه كانت ضعيفه شويه، مي مخلوفي هو اللي شرفنا تسمى من ولاية تاعنا من سوق هراس، وشرفنا هو اللي طلع الإعلام تاع الجزائر. ما لعبوش بروح رياضية، وليكيب ناسيونال هذوك الأولمبي ما دالوا فيها والو، كان لي جوار لونطرينور ناقش شوية، والملاكمة مع كاس الزهر كاع معاهم، ثم قعد مخلوفي يا خو إن شاء الله يديها. حنا في الجزائر مخصوصين اليوم يا خويا، طيب يقول لك هما ونديروا ونتعلموا، من بعد راحوا بهدلونا. راك تشوف كاين شي دول ما عندهمش واش عندنا هنا حنا في الجزائر، يتهلاو فيهم داو لهم ترابوس في فرنسا في اسبانيا، ومن بعد ما تلقى دير والو، لا 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 فين غير ما ربحوا ما والو. بورتو عندنا لي موايان كاين، يديك لفرنسا يديك الطاليان دير ترابوس، ومن بعد تروح للبرازيل ما دير حتى ميداليه واحده 69 واحد. انت دوك انا نشوفوا بالحاجه راهي تروح بالحاجه البوكس هاي راحت، كره اليد راحت، جيدو راح، مازال الاتليتيزم مازال مخلوفي، ولا كانت مخلوفي لو كان يكون بليسي تسمى خلاص راحت، لو كان تبليسه ما حتى ميداليه. هذا واش نقولوا، واش نقولوا، احنا نتاسفوا يعني النتائج الرياضه الجزائريه، النتائج والرياضه الجزائريه يعني نتاسفوا بزاف خاطرش هادو مال كيما نقولوا فوتبالور هادو ما تاع ام جايين زعما هادو ما اللي رايحين يخلفوا ما يخلفوا والو. اولا بحوصله النظريه الرياضيه في ريو دي جانيرو بالنسبه للفريق الوطني الجزائري فلم يمثل لحد الان باي جائزه او باي ميداليه سواء ذهبيه او برونزيه والى غير ذلك، وهذا يعود ربما لاسباب غياب الكفاءه التقنيه في الميدان الرياضي، غياب المركبات الرياضية التي لم تستأنف أشغالها بعد بالوطن الجزائري. باسكو تسمى لي تكنيك ما عندهمش تكنيك كما تاع الولايات الأخرين تاع كما تاع فرنسا كما تاع الأوروب. ما كاينش تحضيرات، هما تسمى قويين عليهم في لي تكنيك وفي لي زونترينمون. أما المشاركة هي مشاركة يعني كما نقول يعني الواجهه فقط بان الجزائر شاركت في الالعاب، هذا ما كان. دوك واش نقول لك انا، راحوا تحواس راحوا تحواس، واش نقول خساره غير دراهم اللي هادو لي زاتليت ما كانش عندهم من ظن، ما كانش عندهم من النيه باش يشرفوا الجزائر، ما كانش عندهم من النيه. لذا فالنتيجه ممكن الحسم بها بالنتائج السلبيه اكثر منها ايجابيه. هو كان والو سنا ما فرحوناش، كاين مخلوفي بالك يشرف الجزائر بالك قادر يجيب الميداي قادر يرفع الرايه الوطنيه في ريو دي جانيرو. يعني بكل صراحه انا شفنا مستوى متوسط بزاف، سلبيه ما كارثه ما شي كيما كنا ننتظروها، يعني بالك سوء التسيير سوء التحضيرات سوء بزاف عوامل ما نقدروش ندخلوا فيها. احنا نحكيو لك الجانب الايجابي، ان شاء الله نتمنوا عندنا لي سبور تاع مخلوفي ان شاء الله هو اللي يقدر تما داير فيه سبور كبير، ويعني ناخذوها من كونتي نقولوا ان شاء الله
من هذه نتعلموا بزاف حوايج ان شاء الله في الوقت. كاين غير بنشب لي هذاك مليح شويه شتوه في دومي فينال تاعو مليحه، والاخرين والله ما نكذب عليك ما تبعتهمش. تبعش خير قاعد مخلوفي والله غير مخلوفي ان شاء الله يديها يا ان شاء الله يا اخو. هذاك باسكو هذاك يلعب قلب، هذاك يدير قلب وان شاء الله يديها. هذاك واش عندنا غير هذاك، هما الاخرين كاع ما كاش 69 واحد 69 واحد ما طيقش تجيبوا له ثلاثه ولا اربعه ميداليه. المشاركه ضعيفه باسكو كاين مونك دو موايان دابور اونسويت لي بريباراسيون ما راهمش على هوتور، ناقصين لي ستاج في لترونجي، ناقصين لي زونترينمون، ناقصين لي زونترينور، كاين مونك كبير بزاف في التحضيرات. هذا هو الاحتمال الاكبر، كاين ربما مخلوفي هو اللي يقدر يشرف الجزائر، او الملاكم ايضا لما اتذكر اسمه ربما يكون له نتيجه بتشريف او غسل بماء الوجه للجزائر. ما كانش كاع مستوى، هو كان موصلحو في عفسه وحده فاهم، ما كانش كاع ما كان والو. رانا نستناو فيها هذاك واسمه مخلوفي. مخلوفي ان شاء الله يا خو فيها خير ان شاء الله يا. ان شاء الله بالك وان شاء الله في العالم الوطني الجزائر ان شاء الله يا الجزائر يا ما دابينا احنا يا ان شاء الله يا. وما كانش مستوى كاع يا خو، انا قلت لك راحوا فاكونس فاهم خويا لازي صراحه فاكونس ان شاء الله يا ربي. انا تكني كامل على مخلوفي باش امو يحفظ ماء الوجه تاع الرياضه الجزائريه ككل. راك شفت المشاركه تاع الفوتبول يعني ستي كاتاستروف على كل حال، ونتمنوا ما تكونش ان شاء الله. وان شاء الله نتمنوا الخير للرياضه الجزائريه، نتمنوا ان شاء الله المسؤولين هذوما يخدموا بالنية ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا كان هذا هو موضوع لنا نهار اليوم، لاقتراحاتكم عليكم غير ترسلونا على البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه. لما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم وانتقوا غدوا ان شاء الله في موضوع جديد. سلام.